ده كلام مهم جدا. بعد مناقشة الحضور لهذه المدونة في هذه البنود، تحدث الأستاذ كرم جبر الكاتب الصحفي رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام عن توصياته الأخيرة بعد هذا المؤتمر، نشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عقد في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنا بعتبره أكبر مؤتمر رياضي يعقد في السنوات الأخيرة. كان الحضور كل نجوم الرياضة والكباتن المشهورين جدا. اتفق الرأي على عدة توصيات. التوصية الأولى تشجيع الفريق القومي في مباراته ضد السنغال وحشد الجمهور بروح رياضية جميلة، بحيث أن تبقى هذه الأيام ابتداء من يوم 25 حتى المباراة الثانية احتفالية جميلة كده. وقلنا طبعا هنعمل هاشتاج مضمونه، يعني ان اللعيبه تلعب وربنا اللي بيوفى. ده الامر الاول. الامر الثاني، كان في اتفاق من كل الحاضرين على وقف كل صور التجاوزات وتناول السمعه الشخصيه باي نوع من انواع الانتهاكات. حريه النقد متاحه كما تشاء، ولكن دون المساس بالاعراض والسمعه الشخصيه. الجميع متفق على كده، وطلبوا من المجلس اتخاذ اجراءات رادعه كل من ينتهك هذه القيمه الاخلاقيه الكبيره. يرتبط بده احترام مشاعر الانديه المتنافسه. لا اسخر من اي نادي ولا استهزئ باي نادي، واعمل على اشاعه الروح الرياضيه السليمه. الغرض تنقية الأجواء الرياضية، وإن شاء الله كده زي ما هالرياضة فيها روح التسامح وبتجمع الشعوب حوالين ممارسة جميلة جدا وبتشعل فرحة، نتمنى أن يحدث ذلك وأننا نتخلص من كل السلبيات مع الإشادة بالإعلام الرياضي المصري. الإعلام الرياضي المصري أدى دوره كاملا، وإذا كانت في بعض السلبيات هنعالجها أول بأول. يعني أستطيع أن أقول بدأت أشعر بشيء من الكبير من التفاؤل. أدعو كل ما قيل في هذا الأمر سواء في التوصيات الأخيرة أو في هذه المدونة، وإيماني بأنها قادرة على تغيير وجه الحياة في المجتمعات وخصوصا عندنا، يدفعني أن أكرر مرة ثانية أن تكون جزءا في تعاقد المؤسسات المختلفة مع من يعملون في هذه المجالات. ده رأي مهم جدا. وقراءة أخيرة لهذه المدونة التي نتمنى أن تسود بكل بنودها في ضبط الأداء الإعلامي الرياضي لأهميته وتأثيراته.